الرحيم. نرحب بهيئة فريق هذه المرة الإماراتي بهذا اليوم في تبشير وتوزيع على الأجهزة الغذائية لمناطق بيوت الرضوم، حيث شهدت بيوت الرضوم قبل فترة يعني اهتمام ورعاية من قبل هيئة هذه المرة الإماراتي في دعم بعض المشاريع في قطاع السمكية وفي قطاع التربية في التربية والصحة في بير علي، ونتمنى أن نصل دعم الهلال الأحمر إلى المناطق الأخرى في جوانب المياه والطرقات وغيرها. شكرا جزيلا لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذا الدعم والاهتمام لمناطق المدينة.